أرواح ما تخافش. جمل هو صاحبك محمد قاهر الصحراء. جمل سفينة الصحراء ومحمد بسحابة قاهر الصحراء. مش عارف صرات لنا واحد الحاجة. شنو عباد لا بعيد على بشار تقريبا 100 كاين 94 كيلو كي تخرج من بشار تلقى اللافتة 94 وباقي لها يا ربي 25 كيلو نلحقوا لها مشينا. واش محمد غتخدم في مازار ثاني؟ نخدم في مازار باش اللي يجي ورانا يعيا. عندها المازار الاول تاع اللافتة تاع 40 بعد جانات وهذه اللافتة تاع 20 قبل عبادلة. مازال تعتني دوب قال لك محمد انا ما نستعرف اي رحالة جزائري حتى يفوت على الحية هذه اللي ملصقها ويصورها ويبعثها لمحمد. قال فت عليها كيما انا كيفت العام اللي فات على اللافتة تاع 40. هذا نعطوك السيرتيفيكا صاي شهادة قبول. شهادة قبول تاع رحالة. العباطلة هي في الحق قبل العباطلة بروح 30 هكا حبسنا واحد السيد يسكن هنا في العباطلة. المهم درنا تصاوير حكينا شوية قلنا غير توصلوا العباطلة دينا رقم الهاتف تاعه قلنا غير توصلوا العباطلة عيطوا لي على اساس نتعشوا عندهم باتوا. حنا ما وافقناش باين بلي ما وافقناش. بعد هو اصر و قلنا ارواحوا مرحبا بكم حنا دايرين بلي غادي نلحقوا شويه زعما كبين العصر والمغرب. حقنا بكري قلت لكم دروك راه 2:20 اي مانيش عارف برنامج الشهوه الا نخرجوا من عباد الله والا نباتوا عند السيد مانيش عارف دوك نشاوروا محمد ونشوفوا خرجوا براي. المهم حنا دروك نفطروا واحد راه جيعان ونصلوا صلاه بعد تبان. دير لك يعطيك الصحة بارك الله فيك. صحة ساعات كاش مازال يسلمك ويسعدك. زيدوا باش نزيدوا غاز ونزيدوا. رانا هنا في العباد الله دخلنا المطعم الأول دوك ثاني كاش ما نقضوا ثاني شوية خضرة خاصة من العباد الله ما كان والو حتى الحاس يخبي. محمد بصحتك. حبسنا في المحطة هذه خرجت بني والنيف خرجت عباد الله وراه كاينه ثاني كاينه محطة ثاني قدامنا بصح قالوا لنا بلي ما فيها والو. ايوا هذيك اللي ما فيها والو بعيدة منا واحد 5 ولا 6 هكا عند طريق أضرار بني عباس ولكن باتو تم الساعة راهي 4:25 صلينا هنا الدور العشر. ايوا نزيدو من بعد المحطة هذه اللي انا رايحين لها اللي بعيدها 6 كيلو ما كان والو 200 كيلو حتى التقاطع تاع تبلبله بلاصة يقول لها ابو العظام تما كاينة محطة وقود وكاع. المهم حنا قضينا قضيان هنا من بني منيف بني منيف على راني نقول بني منيف عباد الله. حنا قضينا قضيان تاع يومين ثلاثة شوية خضرة شوية ايوا حمطيت واه ثاني شرينا البيض شرينا شو اللي في تعمل؟ ها؟
لا حسرة 700 برك 600 هكا ولا بالك من البروش مو 600 برك برك هذا مكان لقينا واحد الجدار بيضروك هنا في الباراج قلنا وين رايحين قلنا لا تندور قلنا عندكم ما تجبدوا عندكم هنا نباتوا ان شاء الله الليله الا خلانا نباتوا في مصر ولا ما خلاناش بالك نديروا الخيمه ولا نشوفوا كاش خرابه محمد يبغي الخرابه السلام عليكم شو محمد راك فرحان بالستاسيون بزاف ولا شويه كاينه مش غلي رانا في القهوه تاع المحطه هذيك سقسينا هنا اللي شاد بومبو على المصلى قلنا باتوا عادي ما كاش مشكله كاع مصلى واسع دخلوا تماك البسكليت تاعنا حتى برا راه كاين شويه ريح تما كون نديروا الخيمه لا غالب محمد يبغي يكره الخيمه حول ولا مالك محمد والله المصليات اللي تعلمتهم عليك المصليات والله لا رحمه ابن عمي طاش يبغي مصليات وخرابات نباتوا هنا غدوه ان شاء الله تبقى لنا على العقله تبقى لنا 110 ومن بعد من العقله للتقاطع تاع بو العظام كاين بروش من تماك ومحطه ثاني بعيده ثاني 100 تما كاين 200 من بو العظام هذه عند بو العظام كاين تماك طريق تبلبله حنا غادي نفوتوا عليها بصح الجهه اللي من هنا دروك احنا مع واحد سائق شاحنه قالنا باللي طريق شناشن خاص حنا ان شاء الله كي نلحقوا التندوف غادي نكملوا الغرج بيلات شناشن قالنا منطقه عسكريه لازمكم تصريح مانيش عارف حنا نروحوا تماك ونسيو زهرنا مزيه محمد عنده العرف مزيه لا نقص بالعكس إخوة السلام عليكم إن شاء الله راكم بخير صراحة ما تعشيناش رانا شبعانين خاطش قبيلة تفطرنا مليح واحد شوية هاك صلينا صلاتنا ما كان ما بيت هنا في المصلى هذا قلت لكم باللي هضرت مع مول بومبا وقلنا مرحبا بكم ماكاش مشكله وقلنا قال بغيتوا الدراجه تجيبوه من هي هذيك الغرفه تاع الزيت وهذيك قال لي الشومبره تاع الزيت قلت له لا معليش قلت له ندخلوا الدراجه تاعنا البلاصه كي شغل ماهيش ميجوهاش زعما كلغوشي بزاف كيما المحطات الاخرين انا كذا هانيه كاع كاين الدور انا شارجو في امورنا وصحاب صديقي جاب لي مخده خاطر المخدة تاعي كانت انتقبت الله يجازيه وجاب لي تاني النظارات هذوك تاع الرملة والنظارات تاع الدراجة تسمى النقائص لاباس عوضنا دوك النقائص هذوك وضرب وقت النوم بلاصة محمد بلاصتي غدوة ان شاء الله 120 الهدف تاع غدوة ان شاء الله 120 كيلو بلاصة كسموها يا ربي العقلة وهو محمد قاهر الصحراء واش محمد نرقدو ولا نسهرو كي تدخل كيس النوم تقول لي هاهي صح قال لك كي تدخل كيس النوم يقرر المهم انا ما نرقدش حتى نقلع هاد الامور هادو التليفون والجو برو راهم يتشارجو هيا غدا صباح نتلاقو صباح الخير جماعة الخير السلام عليكم صباح الخير يوم جديد رقدنا ليلة شابة رقدنا بكري البارح واحد تسعة هكا تسعة ونص وتاني كاين الناس يرقدو في المصلى هذا خمنا قشنو صلينا صلاتنا الصباح دروك انا رايحين نتقهو هاي كاين القهوة محلولة
خذ دواء السيد يجي ليش بقى رجعت شوية. قلت لكم كاينه قهوه هنا بصح حتى نوضناه مولاها كرقت فيهاش داك الكاطوس وراح بصح فيها فيها الماضي فيها هذه عندي كراهي ثقيلة راك باك تلك راه فيها فئة 20 هك تقالت بالباك لك قضينا قضية نتاع البارح زادت تقالت البرد صباح ربي البرد الشمس مازال ما تخدم خدمتها راه محمد مورايا رايبان هذا ربع بس لهنا نصلو وكش ما ناكلو حاجه خفيفه ونزيدو نكملو الطريق راه كاين شويه ريح ماشي في صدرنا بالعكس راه في دارنا بصح ماشي هذاك الريح اللي يعاونك المهم الحمد لله جو مليح ايوا نفطرو ونصلو نصلو من بعد نكملو الطريق تاعنا ندوف حوالي باقي لها واحد 650 هاك ندوف بالك محمد تركز على تايب زي بصح لازم ندورها قبله مدتنا قهوة قعدت في الساحة أخويا لحقنا العقلة في 12 عام هكا ولا ما عاودش وليت هاد البلاصة هادي ماشي ما عاودش وليت هاد البلاصة هادي منذ 12 سنة ما فتش عليها من 2010 جونفي 2010 سموها العقلة عقلة برابر أنا يحبسوا الحافلات وكشو المنطقة استراحة ما كاش أنا سكان ولا حتى غطية وما كاش دور دور
كاين واحد اسمه لا كان دي مارو ونكمل زعما كدي مارو كيما اليوم دي مارو 8:30 ايوا عشاكم كنا درنا روطه في القهوه محمد نيش 9 كانت 8:25 هكا خلينا بعدا نكسر عليها نشوف واحد هنا رانا في العقلة عقلة برابر هيا قررنا باش نباتو هنا راه كاين مصلى لهيك كاين دورة مياه كاين كلش هذه البلاصة هذه ما فيهاش سكان ولا ما كان والو كاين مطعم ما فيه لا ماكلة لا والو سقسينا العشاء كنا كاين العشاء وكاين قهوة التغطية ما كاش كاش الريزو تسمو كاين واحد برونشمون جاي من تقاطع تاع تبلبلة بعيد 83 كيلو بزاف كنا نقدمو تم خاطش كاين تما كاين الريزو كاين مطعم كاين سد تاع جدرانية كاين كلشي تسمى خيم هنا بصح بعيد 83 تسمى قيش تلحق تلحق في الليل هنا نجيبوها هنا الليلة أنا ومحمد بزاف علينا وغادو إن شاء الله نلحقو تم نلحقو بالك جوية الزوج هكا نفطرو ونضربو حسابنا لا نقعدو تم ولا نزيدو تم المهم محمد هو اللي قرر محمد هو مول شي المرة اللي فاتت كنت أنا قائد الرحلة هذه المرة محمد أنت قائد الرحلة خويا هاك تمشي قدامي لا واش عجبتك ركبة؟ بصح ما قلتليش شكون اللي خير هادي ولا هادي؟ لا خير خير وحده محمد مالك خويا ما تخلقش بركه سيدي صور مع بركه اي ابتسامه اي صبر قعدك مارك صحتكم ايه هاي ظلمه محمد بصحتك سلمك انا نتعشو رانا هنا في المصلى مكان المبيت الليلة إن شاء الله دراجة محمد دراجتي أنا فرشت أنا محمد الهي هذه هي غدوة إن شاء الله نتقهوى عند أهلي في القهوة القهوة يحل 7 تاع الصباح نصلي الفجر نتقهوى ونحكم الطريق باتجاه بولعظام هيا خاوتي تصبحوا بخير هذا ان شاء الله صباح الخير عليكم محمد قال لي صوني اسمع مع الصباح صباح الخير عليكم انا نقهوى قهوة ما كان والو ما كانش حليب وقهوة تايو واحد المادلان ديال كي حجل تاع البيض واحد المادلان ديال كي حجل تاع البيض ايوا شرينا الماء نتلاقوا في الطريق وصاي حتى المراهي ها داوين طلت الشمس شويه احنا بروحنا رانا نقرعوا للشمس وين تطل الساعه دروك راهي 8:15 غادي نحكموا الطريق على بركه الله بسم الله توكلنا على الله محمد هل انت جاهز الجاهزيه تامه يا خويا برد شديد برد 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 برح في كيس النوم ما تحش بالبرد بصح غير تخرج منه تتوضا ولا تصلي هكا ولا برد بصح لا باس مع الطريق دوك نحمو شويه هاي بسم الله صديقي ان شاء الله بدون عوده ولد عمي العقله هذه باش نولي لها كاع كلشي غالي يا صاحبي 10 دراهم هنا ميزانيه
لينا ميزانية تخرجهم. ها؟ وها هي العقلة ورانا رانا خارجين منها. ولاية بشار تشكركم عن زيارتكم. اللافتة تحت يندوه ترحب بكم مكاش مش عارف الراهي. السلام عليكم. شنو الساعة محمد؟ 12 منتصف النهار، حبسنا في هذا البلاصة. قلنا نفطروا هنا ونصلوا. طيب فطور شوية الوحدة هكا نصلوا صلاتنا ونقدموا المحطة. شحال تكون بعيدة هكا 20 25؟ تكون بعيدة على 20 ولا 25. ما بغيناش نروحوا نفطروا تما، قادر ما نصبروا نفطروا تما ونصلوا تما. البارح شحطنا عطانا للركاب المطعم تاع العقلة هذاك. يا ضرب احمد الميزانيه تزعزعت. 165 الحشاوه، تخيلوا 165 مازال ما كليناش حاجه كبيره. والقهوه تاع الصباح وتايات مادلان، حنا ميزانيه نقدرش نفوتو لها تايات مادلان والشكره تاعهم 160 وزوج حبات بان 65000. نار نار. ما ننصحكمش قاعد تاكلوا تم، باتوا تم بصح طيبوا حشاكم ولا شرم العباد الله. حنا عندنا الرافدين سلام، حنا كنا رافدين صوالح تحشتنا اليوم ان شاء الله ما تحشناش. باين طيبوا فطورنا هنا ونقدموا المحطة هذه. السلام عليكم، رانا لحقنا هنا البول عظام 20 كيلومتر على البلاصة اللي كنا مريحين فيها قبيلات. بول عظام هذه كاين عمود إشارة وكاين سد تاع درك وطاري وكاين محطة وقود وكاين مطعم وكاين مصلى. من هذا المكان هنا التقاطع هذا طريق تبلبلة، من تبلبلة بعيدة 65-85 كيلو. هاي تبلبلة من جهة الجنوب جهة أضرار، وتندوف بعيدة منا 500، وبشار بعيدة 304. نركو هنا يا نصلوا الظهر تاعنا خاش ما صليناش تما، كان الريح. صلوا ونفطروا بعد نقرروا لا نباتوا هنا ولا. وبعد بول العظام هذه تجي حاسي خبي، حاسي خبي منا 132. تما غدوة لازمنا نتمشو 132، نديرو حساب الماء الله غالب. تما قادرين زعما كمر المحطة هذه نزيدو 30 باش نقصو على المسافة تاع غدوة. هي الماء ماهيش مشكلة بصح لازم دير لها حساب. الماء قادر هنا تحبس في الطريق تقريسي كاش واحد حبس هكا كالشاحنة ولا يعطوك الماء. مانيش عارف تكون بعدا نقرروا نوصلوا هنا نفطروا ونصلوا من بعدا نقرروا. ارى محمد مورايا مش عارف راه يبان مراش يبان راه بعيد. هاي من على اليسار تبلبالة ومباشرة تندوف ستاسيون خلا دار والديها كي دايره ستاسيون قندهار تورا بورا افغانستان. محمد وراه الروس تاعك؟ اه والله عمي كي درت له؟ شفنا واحد البلاصة هنا كاين عند الدخلة كاين حماية المدنية، في دارهم كاين واحد البلاصة فيها الجر كيما هكا، قلنا نحطو تما كخيمة. الحشا هذا راه من عند السيد، حشا مجاني. الله يعطيه الصحة بارك الله فيك. بصحتك. الساعة راهي 8، هاو السيد اللي بتنا عنده المطعم هذاك تهلا فينا مسكين. زدنا تقهوينا صباع عنده واليوم رانا حاكمين الطريق. الهدف تاع اليوم 132 كيلو حاسي خبي. انا ومحمد قاتبون ولاية تندوف ترحب بكم. تبان لي تماك خير محمد نقية. اه حاسي خبي حقنا المدينة حاسي خبي.
الحمد لله لقينا بلاصه وين نباتوا. هاو سيغو البراوي نظف بهذه الباليه العجيبه. ما كانش رحال في العالم عنده الباليه الا الرحاله محمد رضا. لقب تعيش هو محمد ملك الخرابات.